الاقتصاد الجزائري جد متنوع في العديد من المناسبات. الناس تقول الاقتصاد فقط النفط، هذا مش صحيح. النفط له مكانة خاصة، لكن المنتوج الجزائري في مختلف القطاعات منتوج هام، والحمد لله تبعت الزيارة وسمعت كم من شركة جزائرية خاصة أو عامة الحمد لله بدأت تصدر، وهذه فرصة يعني يطلع مثل ما قلت لك المجتمع الجزائري على قدرة اقتصاده. وإحنا كأعضاء في الحكومة كي نشوف هذا المعرض بهذه القوة يشجعنا أكثر باش نكونوا بجنب المؤسسات، ويعطي دفع إضافي للاقتصاد، فيه استدراك للنص تعزيزه، وسيمر في مجلس الوزراء عن قريب إن شاء الله. يعني شنو هي الأهم النقاط يعني ربما اللي قدتنا للمراجعة؟ كي يفصل فيه مجلس الوزراء تحت قيادة الرئيس، لكن وقت الحكومة تشرح.